اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا التاني بعد البريك. طبعا شفنا اول ماتش كان خسر، خلص 2-1. تاني ماتش كان شبه سنو بول على كومباك، كان فعلا ممتع جدا من فريق سان لايت ان هم يكسبوا 2-0. طبعا شفنا كنا اول ماتش كان كله رايح الريد تيم هو اللي بيكسب، اي حد بيلعب الريد تيم هو اللي بيكسب. تاني ماتش شفنا مره بلو مره ريد. انا كنت متوقع بصراحه انها هتبقى هتقلب زي المره الاولانيه ويبقى البلو تيم هو اللي بيكسب في السيت الثانيه. معانا السيت الثالثه دلوقتي هيبقى تو ديفرنت تيمز هيلعبوا بيست اوف 3 تاني. فريق كيو ال اس هيلعب دلوقتي، وطبعا كلنا عارفين الفريق ده قوي ازاي قدام فريق ال اف او. طبعا شايفين هنا الفرق والريستر بتاع البلايرز، في ايمن ليجند في التوب لين قدام تو بولز فور. انا اتمنى بقى المره دي ما نشوفش تانكات في التوب لين. طبعا شايفين زي ما انتم شايفين باقي الريستر طبعا، بس اتمنى هتجي شويه للتوب لين، هابل شويه عن البوت سايد، لان المره اللي فاتت شفنا نازس قدام الفايت كان الاثنين بيضربوا بعض نص ساعه على بال ما حد فيهم اخيرا يموت، او الاثنين اصلا يفلشوا ما حدش فيهم يموت خالص. فالمره دي اتمنى ان احنا نشوف حاجات زي اول ست شفناها، كان في كميل، كان في رينكتون، كان في شامبيونات كتير قوي بتلعب في التوب لين بشكل اجريسيف شويه، ونشوف اي حركه او اكتر من مجرد ان تانكين عمالين يفايتوا بعض ويسكيلوا بعض بيضربوا بعض اوتو اتاكس وخلاص. فليتس جيت ستريت انتو ات، نخش على طول على البيك ان بان. فيرست بان هي اولف. اولف على فكره من بنات كويسه جدا في وايلد ريفت، لما صحيح. بتبان اولف انت كده بتكاونتر جنجل، بتكاونتر توب لين، خصوصا لو واحد مستريح فيه بيبقى مالتي فليكس كويسه جدا ان هي تتشال. في سيرافين بان، اتخيل ما نشوفش برام بان المره دي لان برام دايما بيقف قدام سيرافين، كنا بنشوفها في اغلب البانز. ف وي ويل سي دلوقتي السبورتات، يعني انا مش عارف اخمن بصراحه ايه اللي هيبكوا قدام بان سيرافين ده، بس اتخيل هيبقى سبورت، يعني اتوقع هيبقى حاجه زي كده. كميل بان اعتقد الاف او هيلوك فور رينكتون، ممكن يلوك فور مالفايت. وبعد كده لوشن بان، لوشن شفناه تقريبا 100% وين ريت النهارده، كل الجيم اللي كان فيها لوشن كان بيكسب. لوشن عنده تاثير عالي جدا في التيم فايت، عنده موبيليتي عاليه، عنده الدمج العالي، سواء هيلعب اتاك سبيد هيلعب دمج هيلعب انتي تانك يقدر يتصرف. فعلا هو بنده كميل، فراح فريق كيو ال اس على طول مباك رينكتون، يعني هم استغلوا البان بتاعهم. رينكتون اترد عليه بفيورا كويتشنبل شويه، لان فيورا محتاجه تركيز عالي جدا او شويه حظ ان هو يعرف يستخدم الدبليو مع دبليو او سكند ابيليتي قصاد سكند ابيليتي عشان يبلوك الستون، فهو ممكن ادرى هو عايز يعمل ايه او في دماغه بلان، هنشوف الموضوع ده جوه جيم. تاني بيكي كانت ووكونج، ودي اول مره نشوف ووكونج النهارده بعد سيريس من البانز، كل جيم كان تقريبا ووكونج فيه باب، كل جيم اول مره نشوفه بيتلعب بالمره دي. ليسين رد كويس جدا على ووكونج بالمناسبه، توستد فيت رد احسن على ووكونج، هيعرفوا يتعاملوا معاه بشكل كويس، مش هيعرف ان هو يعمل التغفيله اللي بيعملها اللي هو على فجاه تلاقي ووكونج طالع من النو وير ان هو يجيب الكلات. كراجاس لا بصي، يعني انا مش عارف ال اف او بيدوروا على ايه او بيظبطوا الكومبو بتاعهم على اساس ايه، بس انا شايف لحد دلوقتي كيو ال اس الكومبو بتاعهم او البيكس بتاعتهم اون ديزاين اكتر من ال اف او. ال اف او تقريبا بيبيكوا شامبيونات اجريسيف يعني، بس يكومبو مع بعض مش راكبه، يعني مثلا عندك جراجاس مع ووكونج ما يركبوش على بعض، يعني ووكونج مثلا هيخش يستخدم الالتيميت بتاعه، جراجاس سكاتر ايفري ون الالتيميت باظت، فتبقى صعبه شويه. نفس الكلام جراجاس ما اشتغلش مع ليونا، ممكن يبقى في دي سينك شويه ما بينهم او ما فيش كوميونيكيشن كويس، فممكن تلاقي الاثنين عكسوا بعض تماما ان ليونا تمس الالتيميت بسبب حاجه زي كده. فانت ايه رايك يا اسراء؟ يعني شفنا زهره كانت البوتلين كومبو الكلاسيكي اللي انت بالظبط بتقولي عليه ده، يعني عجبني جدا جدا زايرا، كان عجبني جدا مع تويستد فيت. احنا شفنا تويستد فيت قد ايه قوي جدا في وايلد دريفت، يا ترى هو فعلا قوي جدا ولا عشان سان لايت وليد هو اللي كان بيلعب بيه ده اللي هنعرفه دلوقتي. اتمنى ان اشوف تاني تويستد فيت يكون قوي مع الزايرا كان. تخيل كده انت زايرا كان اصلا لو انتوا واخدين الشامبيونين مع بعض في البوت لين فانتوا اكيد متدربين عليه كويس قوي وجايبين الليميتس اخرها بتاعه التو تشامبيونز، فدي بتبقى من اقوى الشامبيونات اللي بنشوفها في البوت لين يا فولدر. اما بالنسبه لضد كوركي ليونا بصراحه انا شفت البوت لين ده النهارده وما كانش احسن حاجه، فيمكن بقى الموضوع يختلف مع بلايرز مختلفين. اتمنى ان اشوف طبعا ليونا احسن من اخر ليونا شفناها. بنشوف هنا كده تغطية كلاسيكية من التو تيمز، الفيورا كده بتقول في five حد هنا points. في بالظبط كده، واليونا موجودة برضو في ناحية الميد لين كده ناحية الجانجل بتتأكد ان مفيش اي خطر، بيحطوا الوردية بتاعتهم والفيورا بتساعد الووكونج بتاعها.
نشوف ايه اللي هيحصل هنا ليونا في الميد. انا مش قادره افهم يا فولدر كل جيم ورا جيم بلاقي السبورتات بتعمل حاجات غريبه شويه، هي ليه واقفه كل ده في الميد لين؟ بصي انا لو مكان ليونا انا هبقى بنفس الكلام، بحاول اشوف الجانجلر فين اعطله على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت اديناي الايرلي جانكس في الميد لين. بمعنى ان مثلا المره اللي فاتت كنا نايس بنشوف جارفان، كنا بنشوف اولاف، كنا بنشوف ليسين، دي تشامبيونات تقدر ان هي تعمل جانكايه بسرعه قوي في ليفل 2، هو يكلير اول كامب ويروح هو والسبورت يعمل جانكايه ميد لين. بس ليونا هنا ما كانش في داعي للي هي عملته ده بصراحه، بسبب ان ده جراجاس، انليس ان جراجاس اول ما بيبدا الجيم بيفتح الفيرست ابيليتي بتاعته، فده يبقى لازم ليونا تعمل الكفر ده. لو هو ما بيفتحش اي ابيليتي لحد ما يحتاجها فممكن يتقل على الاي او على اي. حلوه الفاضي جدا الساحل. من الليونه هنا بتعمل ستان حلوه جدا على الزايا، والناحيه الثانيه رفان بيدخل بس ليسن بيمس الكيو بتاعته بتيجي في مينيون كده مش مشكله، والناحيه الثانيه بيشوف ووكونج لسه مفيش اي جانك منه بيرد على اي لين. جراجاس عامل بوش جامد جدا، من الواضح انه زانق زنزاو كده، عفوا زانق تويستد فيت، بس مفيش اي كلايه. ووكونج هنا بيتحرك، الثلاثه داخلين عليه، هنشوف اي فايت بالفعل. هنا في بكايه اللي بيحصل ده، ركان دبليو حلوه جدا على طول بيفلش الناحيه الثانيه وبيعمل سمايت عشان يهيل شويه، استنى حلوه جدا على الجراجس، مفيش اي ضحايا لحد دلوقتي. ليونا خلاص ارجعي يا ليونا، بتعملي ايه يا ليونا؟ كله هرب خلاص، مش محتاجه تضحي في حياتك، مش محتاجه تعملي استنى زياده. نشوف هنا الكوركي بيعمل بوك كده خفيف، مفيش اي ضحايا يا فولدر. ليسن بتعمل ايه؟ تمام، بيجيب بيسكرها السكاوت كده مع الكراب. اصحابه، حلو جدا. افتكرت اتلخبطت افتكرت هو الريد تيم، مفيش اي مشكله. ليسن موقعك صح جدا، الستان حلوه جدا على الجراجس، الكيو وراها على طول دمج كبير على طول. ركان فلاش تحت التاور بالدبليو بيقدر ان هو يسكيور الكيل، حلوه جدا من ركان. والناحيه الثانيه هنشوف هنا على طول فيورا بتدخل كده بتدي له كيو، بتعملي ايه يا فيورا؟ بتعملي ايه يا فيورا؟ تو تاور شوتس مش معقول. ليسن وصل معاه ركان، هتدخل ثانيه ركان، ليسن داخل ركان معاه ايه كمان دبليو ركان ايه، خلاص ده الفيك، مفيش اي كلايه ثانيه يا فولدر. اول فيورا كلايه ياب فيورا، فيورا عمل حركه حلوه جدا بالسكيب اللي عمله، ان هو هرب من تحت التاور لان شاف ان في اتنين جايين وراه من الريفر، ركان وليسن. هنا ركان لعبه حلوه جدا، فلاش سكند ابيليتي ان هو يعمله النوك اب، وبعد كده ليسن هو اللي سكيور الكل، فده كان ويل بلاي جدا جدا من ركان، رومنج كويس في وقت كويس والاكسكيوشن بتاعه كمان كويس جدا. ووكونج لسبب ما ما رضاش ان هو كراش الويف، اه ده كان بيتانك الويف، انا حصل لي نفس اللخبطه اللي حصلت لك في البوت لين ان ووكونج في الانمي تيم. اوكي كان بيتانك الويف وبيعمل لها فريز لفيورا، بس فيورا مش مهتم بالفريز وستيل عايز يبوش برضه، فدخل يضرب في الويف بدل ما يعمل لاست هيت بحيث ان هو يسيت اب جنكايه ثانيه لووكونج، بس ده ما حصلش. فيورا تاني كنت عايز اتكلم على الحته اللي هي عملتها لما لقت في اتنين وراها في الريفر، راحت داخله تحت التاور وعملت الاسكيب بتاعها من تحت التاور بدل ما ترجع وتريسك ان هي تبقى في الرينج بتاع ليسن وراكان. ووكونج عمل اكسكيوشن كويس جدا برضو للسكند ابيليتي بتاعته، ان هو خلى ليسن يبلوك يخبط الكيو في الكلون بتاع ووكونج، فويل بلاي جدا 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 من فريق ال اف او. فيورا تاني بتحاول تفايت توب بالظبط، ورينيكتون هنا هل هيقدر ان هو سكيور الكل؟ فيورا بتجري على 1 اتش بي، بتهيل طبعا من التفاح اللي تحت التاور، بس ليسن المره الثانيه بيعمل كيو في المينيونز. طب ايه هو حظه وحش بصراحه، ان هو كل مره لما بيجي كيو يلاقي الويفه جت، فمش عارف هو حظ ولا ايه، ولا يقصد ولا في ايه، لو المينيون مستقصده مش هيعمل كده بصراحه. جنكايه بوت الويفه جت انقذتها، جنكايه توب الويفه برضه جت انقذتها، بس ليسن بيحاول يجنك من الويف، ورينيكتون ما بيعملش البيت بشكل كويس قوي او بيبقى ايرلي شويه ان هو يدخل او ان ليسن يظهر، فما بتبقاش الجنكايه مظبوطه قوي. لوكينج فور دراجون دلوقتي بالظبط، التو تيمز هنا بيتحركوا بالفعل، في فايت ليونا اول ضحيه، والناحيه الثانيه ووكونج بيطلع يجري لو اتش بي، تي اف بيموت، مش معقول اللي بيحصل ده. الكوركي الباكج حلوه جدا، دمج كبير جدا طالع من الكوركي. من الناحيه الثانيه فيورا قدرت انها تسكيور الكل على ركان، زايا 1 اتش بي بتعمل التمت، هل هتقدر تهرب؟ الدمج كبير 1 اتش بي لنيكتون، زايا بتهيل، اوه جراجس قدر ان هو سكيور الكل، حلوه جدا، رينج مش طبيعي، بس قدر ان هو سكيور الكل بطريقه بصراحه انلاكي قوي ان انلاك قوي ان كوركي مس الكيو الالتيميت بتاعه، فكان ممكن يجيب بيها دبل كيل ليسن في محاوله بائسه ان هو يحاول يجيب الدراجون، بس للاسف تيم كان واقف له قدامه عشان يبلوك الان بتاعه او الستيل بتاعه، لان ده انفيرنو دراجون ما ينفعش يجف ببلاش. انا زي ما شفنا توستد فيت عمل الالتيميت، فوكون كان متشاف فكان عارف ان هو يخش عليه بشكل كويس جدا، يعمل له نكب وهو مستخدم الكلون بتاعه. كوركي باكج تحفه ان هو قدر يخش يستخدم الباكج على ثلاثه من الام تيم، رينكتون ليسن زايا،
هنا كان برضو بيحاولوا زي استخدمت الروب بتاعها بشكل كويس. كوركي هنا كان هيجيب الدبل كيل بس للاسف مثل الالتيميت بتاعه، بس برضو جراكاس قال له اتس اوكي ما تقلقش انا هجيب لك الكلايه، وجاب فعلا رينيكتون تحت التاور وقدروا ان هم يجيبوا الدراجون بسهوله. ده طبعا هيفرق جامد جدا، والديفرنس هو هو بس معاهم دلوقتي البريشر ان هم يجيبوا الفيرست تاور هيروح لليسي ورينيكتون، وده كويس جدا ان هو يحصل، ولسه الهيرالد كمان ما طلعش. بالظبط يا فولدر. بنشوف هنا كلايه تانية كده، من الواضح ان اليونا دي مختلفه، اليونا دي بتعمل امباكت واضح في اللين في الجيم عفوا. وبنشوف هنا ركان واصل، هل هيقدر يجيب كوركي؟ يخش ركان بالدبلي على كوركي، لا مش هيرسك حاجه، اداله بس كيو. ناحيه تانية زاي وصلت، طب ركان يا جماعه الكوميونيكيشن، قالوا ركان الحق الزاي بتاعتك، زاي بتعمل التيميت بس جراجس في وشها. وناحيه تانية ووكونج برده، والزاي بتلم الريش بتاعها، ركان بيدخل، هما الاثنين بس. ايه اللي بيحصل هنا؟ ليسن وصل، مين اول ضحيه؟ ووكونج هيموت ولا لا؟ ووكونج هيموت ولا لا؟ ووكونج ما بيموتش وليسن هو اللي بيموت. والناحيه الثانيه زايا ورا خالص، رينيكتون هيقدر يجيب اي كلاية؟ كلهم لو. رينيكتون هتدايف ولا لا؟ كلهم لو يا رينيكتون، خش يا رينيكتون ما تخافش بقى. التوب مغري جدا، هيترنوا عليه، اجري يا رينيكتون بسرعه، اجري يا رينيكتون بسرعه. فلاش على طول مليونة بالستان حلوه جدا، كلهم على رينيكتون. توست فيت بيوصل، هاي اللي هيقدر يساعد رينيكتون بتاعه، رينيكتون هيقدر يهرب، كلهم لو اتش بي. هو ليه ما حدش بيموت يا فولدر؟ على طول الكوركي حلوه جدا، روكت تحفه، قدر يسكيور الكل على رينيكتون. وواحد كده هنا ماينس زيرو اتش بي، قدر ان هو يعمل ريكول. مش معقول ايه اللي حصل؟ ماينس زيرو اتش بي، هنا جراجس بيقع والتاور بيقع، مش معقول يا فولدر ايه اللي بيحصل ده؟ هو ليه ما ماتوش؟ كلهم ما فيش اتش بي وكلهم عايشين، مفيش دمج كفايه، مفيش اجنايت، مفيش اي حد يقدر ان هو يلاست الهيد، كله خايف، كله خايف ان هو يخش الفايت كامل. يعني بيتهيالي توست تيك كان عنده فرصه ان هو يعمل حاجه، بس هو قرر ان هو ينزل سيف شويه، فللاسف الكلاك كلها طلعت، ما طلعوش غير بوان كيل. انا هنا كنت متخيل ان كلاش هو اللي هيقدروا يجيبوا الهيرالد ده، بس بشكل ما ال اف او هم اللي تقريبا بيفايتوا على الهيرالد. عايز اقول لك بس ان ووكونج قدر ان هو يسكيور الهيرالد لصالح الفريق بتاعه، والناحيه الثانيه بيجري وراهم تويستد فيت برضه فيري لو اتش بي مع الريد كارد بتاعه، ليسن بياخد البلو. يعني مفيش ضحايا، ولكن هيرالد راح استن، ازاي قدر يجري منها ليسن ده؟ مش معقول. بس انت تحت التطور كلهم حواليك يا ليسن، خمسه فلاش رايح فين يا حبيبي؟ دول خمسه، والهيرالد بينزل هياخدوا تاور، بيقولوا لهم خدت التاور بتاعنا، احنا برضه هناخد التاور بتاعك، واحتمال كمان يبقوا تاورين. على طول الحلوه جدا الاي من ليونا تحت التاور، قدروا ان هم يوقعوا ركان. وزايا يا عيني بتفرفر، زايا مش معقول هتسيبوها؟ اجري يا فيورا، التاور التاور يا فيورا، الاجر بتاع التاور. والناحيه الثانيه فيري لو، ليونا داخله مره ثانيه مش هاممها، وعلى طول زايا بتقدر تجيب ليونا كل مره بيخش يقفش حد، وهو الحد اللي بيخش معاه بيموت وهو بيطلع عايش. ليونا از بيتنج كل مره بتخش، طيب قتلت فيورا، رجعت الدايف الثاني قتلت ووكونج، بس على الاقل بيجيبوا كلات يعني. بس بجد كومبو تحفه من جراجاس وليونا الاثنين، يعني لما دخلوا عرفوا ان هم يجيبوا زاي بشكل حلو جدا. ليونا بالسي سي مع جراجاس رمى الالتيميت بتاعه رجعها، كان بصراحه والبلاي جدا. ووكونج هنا ده بعد ما خدوا الريفت، لا لسه الريفت هيرال لسه ما عملش السبون، جراجاس عمل التيميت كويس جدا جاب فيه ثلاثه، بس ووكونج قدر ان هو يقتل ليسن. انا هنا ما توقعتش خالص، انا قلت ليسن تريبل كيل، كان في ايده ان هو يجيب تريبل كيل، بس اتعمل له بيرس دامج جامد جدا بسبب كوركي التيميت. رينيكتون هنا دي الحته اللي حاولوا فيها ان هم يجيبوا التلات كلات، بس للاسف ولا واحد منهم مات. فيورا زيرو اتش بي، ووكونج بيحاول يكول بس الريب باف عماله ترجع له الاتش بي، فكان لازم هو اللي يمسك الفرونت لاين هنا. طبعا تقريبا في بلاي ثانيه، يب في دراجون اون سبون الاوشن دريك، هيحصل عليه كونتست ولا لا؟ شكله هيبقى ان كونتست دراجون. نو ليونا بالفعل بترمي التيميت كده، بتحاول انها تزون بيها فيجن مره ثانيه، ليسن عمل كيو، ليونا داخله مش هاممها، اليولو كارد على التويست فيت بيقدر ان هو يستان. بس مش معقول التيم كومب قدروا ان هم يوقعوا ووكو من الناحيه الثانيه، فيورا بتجري يلو كارد تاني على الكوركي، والدمج كان كفايه ان هم يموتوا كوركي. خلاص سيبوا الدراجون، سيبوا الدراجون، الدراجون ده مش بتاعكم، الدراجون ده رايح لكيو ال اس، هيكون اول دراجون ليهم. جراجس ما تحاولش وما تخاطرش يا جماعه، الدراجون فين الدمج؟ وقعوا بقى دريك ده، دريك خلاص هيقع بالفعل، امشي يا جراجس، ده دريك بتاعنا احنا. قدروا ان هم يسكيوروا اول دريك، الاوشن دريك يا فندم. ياب هنا ريبلاي تاني، ليونا حاول ان هو يتانك، بس ركان عمل تقريبا 5 مان شارم، عمل التيم كله شارم بشكل حلو جدا جدا جدا، قدر ان هو يدي زايا الويندو ان هي تطلع اكتر دامج ممكن. تويستد فيت فعلا البوزيشن بتاعه والنزله بتاعته بالالتيميت عجبتني جدا، ان هو نزل في السيف سايد بالنسبه للتيم بتاعه، فده ساعدهم ان هم يجيبوا دراجون. والستيل رغم ان هو السكور، خلينا بس الاول نشوف الفايت اللي هنا الاول.
بالظبط يا فولدر، مش شايفين هنا فايت مره تانية، وكونج بيحاول ان هو يعمل التمت ويجري بيها، التيم كله وراه مش هيسيبه ليسن. خلاص يا ليسن سيبه يا ليسن، ليسن عايز يعمل كيو بس ليونا جنبه هتستن الكيو، بتلاند على ليونا، مفيش اي ضحايا يا فولدر. يب زي ما كنت بقول ان تيم سكور 10 كيلات ل 12 كيل، 3 تاورز ل 2 تاورز، دراجون فور دراجون، بس ستيل الجولد مع فريق كلاش. كلاش واخدين تاور زياده قصاد التو كيلز دول، بس هم معاهم الجولد، الفارمنج بتاعهم احسن، الاكسبيرينس بتاعتهم الى حد ما احسن. في فرق اكسبيرينس تقريبا فرقت في الميد لين وفي الايدي كاري رول، الاثنين دول هم اللي فارقين في الاكسبيرينس. رينكتون المفروض ان هو معوشها على الدراجون، فما ينفعش يحصل فايت تاني وهو لسه في البوت سايد. فيورا طبعا بتعاني من قدام رينكتون، مش قادره تعمل له ماتشنج، رغم ان هي زياده عنه تقريبا نص ليفل، بس ستيل برضه ما تقدرش ان هي تعمل له ماتشنج بسبب ان رينكتون تو هيوج دلوقتي، خصوصا كمان ان هو تشامبيون صعب شويه على فيورا، فمش هتقدر ان هي تعمل له ماتشنج كفايه غير ان هي تفرم الويفا وترجع. كل انجيج ممكن تلاقي تويست فيت نازل فوق دماغها هيقتلها بسهوله جدا لو عملت الفايت ده، فعلا لازم تفرم وترجع وبس. ودلوقتي في البارون اب، فما ينفعش الفريقين ياخدوا ريسكس في المرحله دي. الجيم 50-50، رايح هنا شويه جاي هنا شويه، فمحدش عارف هو ماسك الجيم ولا بيخسر الجيم. بس تعالى كده نحسبها للسكيلينج تشامبيونز، عندنا كوركي وفيورا بس هما اللي بيسكيلوا فريق ال اف او، وفريق كيو ال اس عندهم تويستد فيت وزايا بس هما اللي بيسكيلوا. ليسن بيدروب، جراجاس بيدروب، ووكونج شويه بيدروب، رينكتون بيدروب، راكان وليونا برضو بيعتمدوا على تيم فايتس، يعني دول سبورتات مش هنقدر نتكلم عليهم قوي. فانا شايف ان الفريقين في السكيلينج برضو متقاربين جدا من حيث الدرافت، الدرافت كلوز قوي ما بين الاثنين، فما ينفعش حد ياخد ريسك، لازم تلعبوا على الهادي بالراحه، حاول تسايد بريشر جامد، تبعد التيم ويحصل فايت في سايد تاني من الماب ونشوف بلاي بتريبورت. احنا شايفين هنا فيورا جايبه الروكيت بيلت، رينكتون جايب تريبورت، فلو حصل فايت في سايد التاني هيبقى اكشلي 5v5 4v5، لان فيورا مش هتقدر تعمل فولو اب عليهم. فليسن لو عرف ان هو يكاتش اي حد اعتقد يقدر ان هو يكسبه الفايت ده بسهوله جدا. اتفق معاك جدا يا فولدر في النقطه دي، وزي ما شايفين انا التو تيمز بيحاولوا كده ان هم يجيبوا اي بكايه ناحيه البارون لين، يمكن يقدروا يسكيوروا البارون بسهوله. بنشوف ليسن كده بيتحرك، وليونا عامله يعني ورديه متحركه كده بتطمن ان مفيش حد هنا، والووكونج بيتاكد ان مفيش وردات، اول ورديه هنا هتقع في اللين. بس نروح بقى ناحيه البارون، نشيل الوردات لناحيه البارون يا جماعه، قدروا ان هم يسكيوروا السكاتل، وهنا على طول فيورا بتفلش ورا رينكتون تحت التاور، مش هاممها بس اللي استنى من رينكتون هيقدر يموتها. بالفعل فيورا بتسكيور الكل، ولكن خد التاور شوتس كتير جدا، الستان كانت تحفه جدا من رينكتون تحت التاور، قدروا ان هو تبقى كيل فور كيل. والناحيه الثانيه هنا ركان داخل مش هامه، ليونا بتوقفه بس مش كفايه، بيجري على طول الدبليو على الوكونج، ووكونج الاجنايت كانت كفايه انها تموته. وايه اللي بيحصل ده يا بولدر هيل؟ ليونا داخله مره ثانيه على ركان، استنى حلوه جدا، كومبو حلو جدا، الكوركي وراها بيقدر ان هو يسكيور الكل، ليسن داخل اخيرا عمل كيو حلوه جدا على ليونا، بس الستان كانت كفايه توقفه، بس برضه قدروا ان هم يسكيوروا الكل. زايا ساعدت ليسن وقدروا ان هم يسكيوروا الكل على ليونا، 10 ثواني على دريك، فايت حلو جدا قبل دريك يا فولدر، اعتقد هيقدروا ان هم بسهوله يسكيوروا الكلاود دريك. مفيش الجيم رايح جاي مرجحه في كل حته، انا مش عارف مش قادر اقول مين يقدر يكسب، مين ماسك الجيم. الفيورا تكسب رينكتون وفي الاخر تموت بسبب التور، فايتات بيك ابس بتحصل في الناحيه الثانيه من الماب ويخسروا دراجون، هو ممكن شويه رايح لفريق كلاش بسبب ان هم يعني معاهم 2000 جولد، بس 2000 جولد في 30 مينتس مش اللي هو الفرق اللي يبقى هو اللي يبقى كروشال في الجيم، اللي هو يخلي الجيم يروح وان سايد او ان هم يعملوا سنوبول بعد كده للمرحله دي من الجيم. فيورا اتخيل السكيلينج دلوقتي تقدر ان هي تكسب رينكتون في المرحله دي بعد ما قدرت ان هي تجيب 1 في 1، بقى خلاص ان هي مسكت شويه السايد ده، فيورا عملت السكيلينج بتاعها، بس بيحصل فايتات في الناحيه الثانيه. بس للاسف توست فيت هنا بينزل بالكارت الاحمر، ما كانش موافق شويه في اختيار الكارت ده، هم شايفين فيورا في البوت سايد، كوركي برضو كان موجود في البوت ان هم يجيبوا دراجون، فبيحاولوا ان هم يجيبوا البارون، بس اتخيل هيعملوا تقريبا بيت ان هم يشوفوا اي حد جاي يعملوا له بيك اب، وفيورا في البوت سايد لينكتون بيقول لهم ما تقلقوش انا معاكم، انا معايا تليبورت، لو هتعملوا اي فايت انا هجيلكم بسرعه. بالظبط، والرينج هنا رهيب من توست فيت، بيقدر ان هو يستن فيورا، بس طبعا ده يعني تريدز كده وبوك خفيف، مفيش اي كلات. طبعا التو تيمز بيلعبوا بحذر جدا في بارون اب، مش عايزين ان احنا نريسك اي حاجه، هنلعب بالراحه يا جماعه. هنا الدومينيشن ناحيه البارون من يعني من صالح فريق كيو ال اس، بس ليه مفيش ورديه في البارون يا فولدر؟ يعني انا مش فاهمه، هو بيلعبوا ناحيته بس مفيش وردات، يعني ده ممكن يدخل كده يتسرق بدون اي كونتست.
خلينا نشوف بس البيك اب ده حصل ازاي. اوكي ليسين بدأ بالالتيميت مع الفيرست ابيليتي، قدر ان هو يحط جراجس وسط التيم كله. طبعا جراجس ما قدرش ان هو يرياكت عليها. بالنسبه للوردات، هو الوردات ليميتد يعني لازم حد يجيب الاوراكل لينس. ماتورا كان هنا بيدخل يا فولدر، قدروا ان هم يعملوا بكايه حلوه جدا على كوركي. يا فولدر يا فولدر يا فولدر يا بارون جماعه، بقى خلاص فوتنا كوركي يا جماعه، نبدا بقى البارون. كوركي مش كفايه، بيعملوا بيت تاني واقفين لهم في الجانجل بتاعتهم، في الجانجل بتاعتهم. الكيو من ليسن بس ليونا بتعمل ستان، اليلو كارد من توست فيت حلو جدا الناحيه الثانيه. كوكو بيعمل التيميت بس زي قدرت نات سكيور الكل عليه. ومين يعني المحشور؟ فيورا محشوره وسط البلو تيم كله، وفيورا بتموت. زايا رامبيج مش معقول، اول تاور بيقع في الميد او تاني تاور وتالت تاور. اول تاور هيكون تاور النكسس، بيقع لصالح فريق كيو ال اس. مش معقول ناخد بقى البرن، البرن بقى كده مفيش حجه ولا ايه يا فولدر؟ نحل بقى، جبنا اتعشينا بيهم، نحل بقى بالبرن اخيرا. هو على فكره القرار اللي هم عملوه كان كويس جدا 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 بعد ما جابوا كوركي، ان هم ما راحوش ستريت تو بيرون وقالوا لا احنا لازم نجيب الجانجلر. ده اللي كنا بنتكلم فيه، الجيم 50-50 او انت بتكسبه ما تعملش 50-50 كول. لو تقدر ان انت تسكيور البارون دو ات، سكيور هات الكلات الاول، اقتل الجانجلر الاول وبعد كده اقتله. حتى جراجس بالمحاوله بتاعته ان هو يحاول ياخد البارون بالفيرست ابيليتي ببساطه ما يقدرش يعمل اوت سمايت للسكيل. الفلانك اللي اتعمل ده كان يدرس يعني، عملوا فلانك كويس جدا بعد ما جابوا الكلايه الاولى، ورغم ان الفريق الريد تيم كانوا شايفينهم لان هم دخلوا من قدام التور، فبرضه ستيل راحوا عملوا فيس تشيك جوه البوش. ديونا اكشلي ديونا كانت عايزه تعمل انجيج اصلا وتفايت، بس ده ما كانش كويس. دايما لما بيبقى معاك كوركي انت محتاج ان انت تهدى، محتاج تسيب كوركي يعمل البوك بالالتيميت بتاعه وتصبر على الباكج. الفايضه كلها تحصل بالباكج بس لما تكون في سيتويشن صعب زي ده. الجيم اللي فات احنا شفنا الفريق سان لايت كان معاه كوركي بس كان فيد، فكان بيقدر ان هو يفايت بشكل كويس جدا، ان هو يلعب اجريسيف من غير الباكج ويعمل تيم فايتس، ان هو اوريدي كان فيد. انما المره دي التيم ايفن، مفيش حد متفايد جامد قوي عن التاني، فانت كان المفروض تستنى الباكج عشان تعمل البلاي بيها. شايفين هنا 2 دراجونز فور 1 دراجون اللي صالح فريق الاف او، فخسروا البارون، خسرين انهبيتور تاور، وبيحاولوا يعملوا البيك ابس مره ثانيه. حلو جدا، بيقدروا ان هم يخلوا اللي حصل توستد فيت اتقفش، توستد فيت اتقفش خلاص. هو حاول يستن فيورا راح يترد له الاستنايه بالسكند ابيليتي، جراجس راح سحبها. بس للاسف البارون باور في الناحيه الثانيه، الباور بلاي بتاع البارون قدروا ان هم يجيبوا السكند انهبيتور تاور. هنا بتدخل على الزايا، قدروا ان هم يموتوا زايا، بس الجيم بيخلص. بتحاول تعمل ايه؟ بتديفند ايه؟ النكسس وقع خلاص. اول جيم بيروح لصالح فريق كيو ال اس، بصراحه لعبوها حلو جدا 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 يا هولد. الجيم ده جيم انا كفضل انا استمتع وانا بتفرج. الجيم على الهادي، الفريقين متقاربين جدا، ما شفناش ستومب وان سايد، ما شفناش حد بيعمل ثرو. التو تيمز واقفين بيلعبوا على الهادي، بياخدوا قراراتهم بالراحه. الاجريسيف بلاي بتتعمل صح، الديفنسيف بلاي او البلاي البطيئه او المفروض ان هم التيكت سلو بتتلعب برده بشكل كويس جدا. والبلاي جدا فريق كلاش لعبوها على الهادي. الفلانك اللي عملوه قبل البارون ده كان بالجيم كله، ان هم بيكوا كوركي بالطريقه دي ولا بيكوا جراجاس بعدها قبلها على طول عشان يجيب الدراجون الثاني. كل البيكات دي كانت كويسه جدا، فوالبلاي جدا فريق كلاش. اوكي نفس السؤال يا اسراء، فريق ال اف او ايه اللي المفروض يعملوه؟ النصيحه اللي المفروض ياخدوها؟ بصراحه الكوميونيكيشن متهيألي برضو مره تانية، الكوميونيكيشن هي بتفرق ما بين التو تيمز، وبنشوف هنا الهايلايتس مره تانية. يعني بصراحه لا لا لا، التويستد فيت صعب جدا، رينيكتون صعب جدا، زايرا كان اثبتوا قد ايه هم متمكنين من الشامبيونات بتاعتهم. مش عارفه بصراحه يا فولدر اللي احنا شفناه ده، جراجاس بصراحه كان قوي جدا، اتمنى اشوف جراجاس تاني، لعب جراجاس حلو، ولكن يعني اعتقد ان هم ما استغلوش قوه الفيورا في السبليت بوش كويس يا فولدر. يعني لو هتلعب فيورا تاني مفروض تعتمد اكتر شويه على السبليت بوش بتاعها، وتهدي الفايت شويه وتباي تايم، يعني اشتري وقت وفيورا هتخلص الجيم، فيورا هتساعدك. انت ما استغلتش اقوى حاجه في الفيورا السبليت بوش. يعني مش عارفه بصراحه، ممكن يلعبوا نفس الشامبيون تاني، يلعبوا فيورا تاني، يلعبوا جراجنز تاني، ولكن يلعبوا الشامبيونات صح. يعني واعتقد ان احنا نشوف فان ليونا. ليونا الصراحه الجيم ده كانت مبدعه يا فولدر، يعني انا ما عنديش مشكله خالص اشوف فيورا تاني، اشوف جراجنز تاني، اشوف ليونا تاني، ولكن هما برضو زي ما انت قلت ما استغلوش الكوركي باور، ما استغلوش البوكينج باور بتاعت كوركي الالتيميت باور. مش عارفه بصراحه، هما ما كانوا محتاجين يشتروا وقت، كانوا محتاجين. برايك مين هو الام في بي بتاع الجيم؟ الام في بي
بصراحة تيم كيو ال اس لعبوا كلهم حلو جدا، مش هقدر ان انا هو اطلع في واحد، عيني. انا شايف واحد كان هو البلاي ميكر، هو اللي كان بيعمل كل حاجة في الجيم تقريبا. فانت رأيك مين؟ ركان ده انا اتفق معك جدا 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 ركان بصراحة. البيك ابس، الرومينج، وفي نفس الوقت محافظ على الليفل ديفرنس ما بينه وما بين ليونا، ان هو اهد عليها في الليفل، كان بصراحة 10 10. دي اللي عجبتني قوي، دي اللي هو توست فيت اتخطف، ما حسش ايه اللي حصل، شك الدبوس. هو خلاص بيضرب البلو كارد او اليلو كارد على الفيورا، فيورا ردت له الستان فور ستان، وراح على طول جراجاس شاطه بالالتيميت بتاعه، توست فيت مات. بس للاسف البارون بلاي كان اوفر باور، قدروا ان هم يجيبوا البوت ساي تاور، وبعد كده حاولوا ان هم عمالين بيحاولوا يعملوا اي فايت في التوب لين بعد ما قتلوا تويستد فيت، بس ليسين كان بيخلص في البوت سايد من الجماعه بسبب البارون. طيب الجيم الجاي، طيب بالنسبه للفريق الثاني، يعني احنا قلنا عايزين نشوف ليونا، رغم ان هي كانت ادت اداء كويس لكنها كانت غير موفقه في الكومبو، او التيم ما لعبهاش بشكل كويس. طيب لو من ناحيه ثانيه بالنسبه للفريق كلاش، تفتكر هم ممكن يعملوا ايه؟ يعني هل هيسيبوا الكومبو زي ما هو، ولا ممكن يبند لهم مثلا ركان؟ ممكن اعتقد هو راكان زي ما انت قلت كان البلاي ميكر، كان الام في بي، ولكن يعني انت تقدر توقف راكان بجراجس، تقدر توقف راكان باليونا، انت كان عندك فرصة ان انت توقفهم، ولكن كانت انلاكي، هي بس كانت انلاكي مش اكتر يا فولدر. طيب طبعا عايزين نشاوت اوت للركان بصراحه، انا عجبني جدا البلاي ستايل بتاعه. ركان كان هو زنوب، يعني اسمه زنوب، وكان هو الام في بي بتاع الجيم، ف ويل بلايد جدا 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 ركان بصراحه. هيجمان كان برضو كويس، بس زي ما قلنا غير موفق قوي بكوركي، يعني بيتهيألي لو كان خد معاه اجريسيف ايديكاري اكتر من كده، او لان ايديكاري زي تريستانا اتخيل كان ممكن يعملوا بيها يعني حاجه احسن شويه بالنسبه للكومبو بتاعه، كان هو بس يغير الايديكاري يحط تريستانا. بالنسبه للتوب لين فيورا، زي ما انت قلتي فيورا كان محتاج ان هو يستغل السبليت بوش بريشر بتاعه بشكل احسن من كده، بس هو وقعه بان هو جاب الروكي بيلت، هو حب ان هو يلعب على الموبيليتي بتاعته في اللين او في التيم فايت، فراح للروكي بيلت بدل ما يجيب التليبورت عشان يماتش رينيكتون في السايد، في السايد بلايز لو ما يحصل جلوبال بلايز يحصل بلاي في الناحيه الثانيه، يقدر ان هو يبقى موجود او يعوض حتى تويست فيت. يعني في تويست فيت الت، في رينيكتون تليبورت، وفيورا طبعا ما كانش معاه اي حاجه، ما فيش اي جلوبال تليبورت، فللاسف ده كان اثر معاهم كتير قوي في السبليت بوش. شفنا هنا طبعا تويست فيت لازم يتبند بعد اللي كان بيعمله، والبيك ابس اللي كانت بتتعمل اللي هي بوينت كليك ابيليتي لازم فعلا يتشال. توستد فيت مع كايسا كومبو شهير جدا، فشالوا كايسا، وبرضه هي ممكن تارجت بان، او ممكن هو عايز يلعب حاجه زي ازريل فبيحب ان هو يشيل كايسا. على فكره انا ما بشوفش ازريل، يعني هو ازريل مش وحش قوي خصوصا في السكيلينج ماتش ابس، والفريقين متقاربين قوي مع بعض، فانا افضل ان انا اروح للشامبيونات سكيلينج، ان انا اسكيل كتير قوي في الجيم، وكده كده في الليد جيم هبقى قوي. الجيم اللي فات كنا شفنا تو سكيلينج تشامبيون قدام تو سكيلينج تشامبيون، بس فرقت في الجلوبال بلاي، هي دي كانت المشكله كلها اللي حصلت، والبيك اب بتاعت ليسن طبعا دي كانت حكايه. بس هنا ازريل مش شايفينه، شفنا لوشيان، لوشيان اللي كان بند الجيم اللي فات المره دي اتبند قدامه زيجز بدل لوشيان، فلوشيان طبعا فيرست بيك، لوشيان حلو جدا ان هو بينفع يبقى مالتي فليكس بيك، ينفع يتلعب في الميد لين، ينفع يتلعب كايدي كاري. رده تاني بزايا ركان من فريق كلاش، تاني تاني تاني، بس المره دي زايا قدام لوشيان، المهمه مش سهله، المهمه مش زي كوركي، المره دي اصعب. لوشيان مع ليونا كومبو قوي جدا، الاول انز بتاعتهم ده اللي انا كنت مستنيه، ده اللي انا كنت عايز اشوفه من فريق اللي فوق، ان هم يلعبوا على الاول ان، وقت ما يخش يجيب الكل، انما ما يخشش بليونا وكوركي عمال لسه بيتبوك من ورا. ف يعني ظبطوها شويه المره دي، قرار موفق شويه. جراجاس مش معاهم قوي، وترد عليه باري، ايه رايك في هاري؟ اري الصراحة بتعجبني فيها ان هي تقدر تعمل انجيج وفي نفس الوقت تقدر تهرب معاها الليسن بتاعها، يعني ممكن تساعد ليسن كمان ان هو يعمل انجيج كويس. عندك ركان زايا، ركان زايا تاني، بس انا عندي سؤال، هو ليه دايما بان زيجز؟ انا نفسي افهم ليه انا زيجز ما شفتوش. طب هو زيجز مرعب قوي ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ وعلى فكرة شكله كده لوشن هيكون ميد يا فولدر ولا ايه؟ ممكن بنسبه كبيره، ممكن لوشيا ممكن يبقى فاروس على فكره، هو الميدلين برده ما فيهاش اي مشكله. بس اظن دي فاروس هيلعب قدام اري هتبقى صعبه شويه، لوشيا يبقى احسن في الميدلين، وفاروس برده لو عرف يلاند الار بتاعته بشكل كويس على زايا هيبقى كويس جدا. وفاروس على فكره انصر كويس لركان، لما ركان بيفتح الالتيميت بتاعه مش محتاج ليونا ان هي تلزق فيه وتاخد التشارم عشان توقفه، لا فاروس ببساطه هيدوس عليه التيميت شكرا انتهى الموضوع، هيقدر يوقفه على كده. في حاجه كنت عايز اتكلم عليها بس انا نسيت ايه هي، كنت انت بتسالي سؤال قبل ما تسالي حته الزايره. انا عايزه اقول لك ايه بكات سينج دي، خدت بالك منها يا فولدر؟
سنج كان سنجد او تسالي على زيجز. استني سيبي سنجد دلوقتي، عايزين زيجز. زيجز ليه بيفند واحده واحده عشان ما انتوش. بكاي سنجد احنا شفنا ان كان برضو جولد كليت راحه لفريق الف او، بس فريق كلاش كان دايما معاه ليد جولد، وده بسبب ان هو كان جايب التورات، كان دايما بيعرف ان هو يسكيور تورات. فسنجد معاه تاور بريشر جامد جدا، فهم سنجد من البكيات اللي هو بوك 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 نقص هيلث الانمي، اضرب التاور هات التاور ارجع سايد لين سايد لين سايد لين بالتليبورت، يقدر ان هو يعمل جولد ديفرنس للتيم بتاعه كله مجرد بس ان هو عمال يجيب تورات. فسنجد من البكيات اللي هي الصعبه او الصعب ان حد يلعب قدامها في كتيم بشكل عام، خصوصا في التجمعات. بالنسبه لسنجد هو ممكن ايمن عارف هو بيعمل ايه، عايز بيك سنجد. هو المره اللي فاتت لعب برينكتون، المره دي بيبيك سنجد قدام جراجاس، غريبه بصراحه يعني. ممكن لو جاب مثلا معهمش حد حتى بيداش عشان يستخدم السكند ابيليتي بتاعه سنجد عليه ان هو يعمل له روت، ممكن مثلا هيلغي ليونا ايه، هيلغي لوشن داش بس كده، وجراجاس بادي سلام. بس برضو مش دي الاسكيلات اللي انا ممكن ابيك سنجد كلاست بيك ان انا كاونتر بيها، صعبه ليونا شويه. ايه حلوه جدا على الزايا، وهنا البوك باك بنضربهم اوتو اتاكس كده، بس ليونا بسهوله جدا بتتمشى وتخرج من التريد، هتعمل ريكول او ريكول كده هنشوفه في الجيم في اول دقيقه. ليونا هترجع، اري كده موجوده حطت فيجن في اللين، عفوا في الريفر، بتتاكد ليوشن هنا على طول داخل طبعا داش ان، بس الشرم بتجيبه من اري، مفيش كيو من اري، بس حلوه جدا خدت نص اتش بي لوشن. بنشوف ليونا بعد الريكول مع ال هتتحرك، رايح فين يا ليونا؟ رايحين على السكاتل البارون لين، سكاتل ليسن مش متوقع طبعا شافهم على الوردايه، خلاص هيقدروا ان هم ياخدوا السكاتل. غريبه جدا بصراحه الروم دي، بس موفقه جدا من ليونا، حلوه جدا ليونا المره دي، مش زي المره اللي فاتت بتتحرك بدري اسرع كمان من الركان، يعني عرفت على طول الركان بيلعب ازاي وعملت ادابت رائع جدا. هل هنشوفها تدخل هنا على اري؟ فعلا بتوقف اري، والناحيه الثانيه بيوقفوا ليسن، اري بتحاول انها تجري بالفلاش وبتقدر انها تهرب، والناحيه الثانيه ركان موجود، مفيش نوك اب للاسف. زايا داخله في وسط الثلاثه مش همها بتعمل ايه، زايا فلاشن غريب جدا من زايا، زايا انت الايدي كاري هلو. هنشوف هنا بياخدوا السكاتل الثانيه فولدر، تيم ال اف او بيسكيور السكاتل الثانيه. في ميس كوميونيكيشن حصل من فريق ال اف او في الاول في الفايت في الكامب اللي كانوا عاملينه، ان هم كانوا اتنين راحوا على 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 اري، وبانسيون راح على ليسن، فللاسف ما قدروش ان هم يجيبوا كلها فيها. خدوا اي نعم الفلاش والبارير من اري، بس ده للاسف ما كانش كفايه ان هم يجيبوا كلها، بسبب ان بانسيون عمل الاستان على التارجت الثاني بدل ما يعمل تشين سي سي يحافظ على مده الكراو كنترول المحطوطه على اري، واستان ورا استان ورا استان بحيث ان هي ما تطلعش منها لحد ما تموت. بس برضو نتيجه واحده قدروا ان هم برضو يجيبوا السكند سكاتل كراب. فليسن سوري بانسيون عليه معاه باور جامد جدا دلوقتي على ليسن، معاه ليد عليه، يقدر ان هو ببساطه يبدا دلوقتي يعمل جنكات ينفيد جانجل معاه اوريدي الالتيميت بتاعه اب جاهز دلوقتي، يقدر ان هو يعمل جنكايه. حتى لو ليسن هيعمل جنك بانسيون يقدر ان هو يكاونتر الجنك دي بالالتيميت بتاعته، سهله جدا. ليونا عامل يعني بيلعب ان هو برو اكتف اكتر شويه من ركان عن الجيم ده، المره اللي فاتت شفنا ركان كان اكتف عن كده. لسه بتتكلم على طول، ركان راح داخل بالدبليو يقول لك اسكت يا فولدر ما تعصبنيش ما تستفزنيش. اري هنا كده بترمي شارم بتمس، ولوشان بيقول لها رميتي الشارم بتاعك خلاص، هاخد بقى عليكي شويه دمج كده اوتو اتاكس من اللوشان الجميل ده، بيوقع الاتش بي بتاع اري. بنشوفهم هنا في ريكول في البوت لين، هيعملوا زي ركان هيعملوا ريكول دلوقتي، عملوا بوش كويس. يعني بصراحه في حاجه زي كده ليه ما يستغلوش الريكول بتاع زايا ركان؟ ليه ما فيش مثلا مش ركان بيبدا في الريكول وزايا بتبوش مثلا وبعد كده تروح الاحقاب بالريكول؟ استغلوها يا جماعه، مش عارفه ليه ما استغلوهاش الصراحه، الاثنين وقفوا يبوش مع بعض. تيبس اند تريكس والاسراء. نايس نايس. فعلا كان المفروض يعملوا حاجه زي كده بحيث ان هم يستغلوا وقت شويه ان هم ممكن يدمجوا التاور ضربتين ثلاثه ولا حاجه، بس برضو ما تنسيش ان في دراجون، فهم ان هم يبوشوا مع بعض هما الاثنين ايا كان مين هياخد المينيونز مش فارقه، المهم بس ان هو يريكول ويريسيت قبل الدراجون بسرعه عشان ما يبقاش متاخر زي كل مره لما بنشوف. فقرار موافق بصراحه من الاثنين، بانسون رجع موجود في وقت مناسب، ليسن موجود، تو جانجلرز تمام، اري عفوا وسنجد موجودين. هنا اول فايت بنشوفها على السكاتل، اري داخله بالالتيميت بتاعتها، هل هتقدر تجيب الشرم؟ الشرم بتمس، بس الناحيه الثانيه السلو مزعج جدا من هذا السنجد، والناحيه الثانيه ركان التيميت حلوه جدا، قدروا ان هم يجيبوا كلايه بسهوله جدا على بانسيون، والناحيه الثانيه سنجد عامل زون مزعج جدا. اول دريك هيروح لصالح كيو ال اس، مفيش اي كونتست للاسف. اول دريك واول فيرست بلاد والفيرست بلاد في الدقيقة الرابعة،
يا بي الناس يعني بيلعبوا بشكل كويس جدا. ليه سين عمل كومبو اكتر من رائع، يعني حط اللف وراه بالداش بتاعه. اوه ويت، اعتقد كده يا احنا ايه عرفنا ليه بجد بيلعب سين مش جد. معقول، الكوميونيكيشن حلوه جدا. لوشن هيقدر يسكيور كل بالالتيميت بتاعته، فتحها ناقص 1 اتش بي. لوك ايوه كده الاوتو اتاك الاخير قدر ان هو يوقع سينجز، واري وصلت بتقول انا اسفه اتاخرت شويه، لو مانا بس خلاص الفانسيون واقف واضح على الوردايه. اري مش هتتهور كده كده، معهاش التيميت بس معاها الفلاش والبارير بتاعها. لوشن هتعمل ايه؟ هيدايفوها، هيدايفوها اري اري على طول. البانسين فعلا بيدايفها، بس ليسن موجود بيقول له تعالى هنا رايح فين. الكيو حلوه جدا من ليسن، دمج كتير، طور شوت كتير. البانسين بيموت، لوشن هيجري، اري كيو من ليسن، كيو ليسن اوف، الرينج ما كانش كفايه. قرارك واو قريب شوية. ليسن وصل في وقت حلو جدا، كيو الاس بيردوا مش يعني في اكشنز، بس الرياكشنز بتاعتهم حلوه جدا، مش بتكون متاخره قوي. ليسن وصل بالفعل في الميد لين، جراجس بيخش عليه، كيو على طول من جراجس، من ليسن على جراجس. ليونا وصلت عملت ستان حلوه جدا بس مش تحت تاور، وطبعا الفليب من عند سينجت قدروا انهم يسكيور الكل. بانسين وصل بالالتيميت بتاعته بس مفيش اي حد يدخل عليه. سينجت طبعا مزعج جدا بالبويزون بتاعه اللي في اللين، مش معقول يا هولدر. انا ما توقعتش بصراحه سينج يطلع بالبرفورمانس ده، يعني انا افتكرت ان هو هيلعب على البروكسي زي ما بنشوف طبعا في ليج اوف ليجندز، ان هو بيقعد يبروكسي بلوك مينيونز، يديناي اكسبيرينس، يلغي التاور اللي ممكن مينيونز ما توصلش للتاور ان هو يدمج، بس هو ما بيعملش كده، هو بيلعب ابيليتي باور، يعني بيلعب كانه اي بي، كانه هو ميج داخل يكاري، داخل يعمل فايتات. هنا القرار ده اللي كنت بتكلم فيه ان هو مش كويس، ان كان المفروض ان الطيف ده ما يحصلش، لان لوشن كان ما كانش معاه اي حاجه، لا فلاش ولا الت، سوري معهوش التيميت ومعهوش مانا ان هو ياخد لونج تيرم فايت، زي ما احنا شايفين في السكند كاميرا ان في الهيرالد بيتاخد. شوف هنا فايت ثانية يا فولدر على طول، النوك اب من ركان حلوة جدا، ليونا بتوقفه، فاروس بيضرب كيو بس الدمج مش كفاية، وليسن بيموت جراجس، أكيد هنشوفها في الإعادة مرة تانية. وبنشوف طب هو مين خد الهيرالد يا فولدر؟ ما ليسن شفتش ليسن 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 هو كده اللي ان عمل هو سكيور ياخد الهيرالد للهيرالد. هو خلص قلب بالظبط. بتاع الجيم، قلب سنو بول، فريق الفو فقدوا تركيزهم، كان تركيزهم كويس الجيم اللي فات الى حد كبير جدا، كان قريب من فريق كلاش، بس المره دي فريق كلاش الجيم ده عاملين بيرفورمانس عالي جدا، مركزين لسه، عارفين هما بيعملوا ايه، بيلعبوا على الاوبجكتيفز. ليسن عامل بريشر فارق، يعني راكان نام شويه بس ليسن فوق، فالاثنين معوضين بعض. انا ده الفايت اللي فاتنا على الريفت هيرالد، ليسن سرقه اكشلي، ده ما كانش هو اللي بياخده اصلا، يعني هو تقريبا تجاهل موكاي وراح سرقه وسوري تجاهل جراجاس ودخل سرقه بالسمايت، وجراجاس عمل له سيف اصلا بعد ما دخل بالدخله دي، يعني جراجاس الالتيميت بتاعه كان بريدكتد بس متاخر شويه ان السمايت كانت تبقى كفايه، او اكشلي لو ما بس كانش استخدمه بصراحة كان يا عليه يجيب فولدر كتير. ليسن كان سريع جدا لأنه ضرب عين الهيرالد ووراها السمايت على طول، طلع دمج رهيب في الهيرالد بصراحة، عجبتني جدا اللي عملها ليسن. وبعد ما خدوا البارون لين تاور، خدوا الدراجون لين تاور، واللي وقع بس من فريق كيو ال اس تاور الميد لين، يعني لا شوية حتى لسه مش واقع، قلب دي يقف وراها هو مستخبي حتى لسه ما وقعش. انا بس شفتهم عملوا يعني بوش عليه كده بانسيون، وكان معاه لوشن باين، كانوا قاعدين يضربوا شويه كده في التاور بس ما كانش كفايه الدمج بتاعهم. بنشوف هنا فاروس وليونا عملوا سواب خلاص وصلوا الميد، وعلى طول الركان مع الاري بتاعته بيقول لها موجود يا حبيبتي مش سيبك طبعا ضد الاثنين المتوحشين دول لوحدك، ولوشن واقف في البوت. اعتقد ان اري المفروض يعني تبدا بقى برضو تسواب حاجه زي كده، يعني مش تفضلي واقفه في الميد ولا ايه؟ هي قالت تقدر ان هي تمسك سايد لين بشكل كويس فعلا بسبب الموبيليتي اللي معاها، الالتيميت بتاعها هيقدر ان هي تطلع سيف، بس الفايتات هتبقى سريعه، يعني ما اظنش ان هم لوشن هيستنوا. هنا فكر نفسه ان هو هيقدر يوقف ركان، ركان بيقول له بس يا حبيبي ده انا ببيتك. والناحيه الثانيه دبل كيل حلوه جدا لزايا، مش معقول الزايا دي. بانسيون هيبك مين؟ هيبك مين؟ نايس 1 اتش بي، فعلا اري بتموت بس بانسيون على طول بيموت وراها لان تيم كيو ال اس واقف هنا، يعني مش سايبها لوحدها. وليسن على طول يب. بينزل الهيرالد وعلى طول بيروح على الدراجون، ما بيضيعش وقت ليسن ده. الهيرالد طبعا هي زي وراكان عادي جدا، احنا هنقف مع الهيرالد بتاعنا ناخد التاور، وانت يا ليسن يا حبيبي خد لنا الدراجون. كوميونيكيشن ولا اروع من فريق كيو ال اس، تحفه بصراحه يا فولدر. ياب 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 ليسن عامل اداء عالي جدا، كل مره بيعمل التيميت ببيك اب كويسه جدا، والحركه اللي عملوها ان هم عملوا بيت للوشن، ان راكان فضل واقف اكنه واقف اي اف كي، لوشن دخل عليه اتعمل له بيت حلو جدا، لوشن عمل كل حاجه عنده، اتعمل نوك اب لليونا حتى ما عرفتش تعمل التيميت، عملوا تشين سي سي على اري بس كان على الفاضي، اري ستيل كان معاها بارير ومعاها الفلاش بتاعها ومعاها الالتيميت، فقدرت ان هي تعيش مده طويله جدا، حتى بانسيون كمان مات بعدها، بانسيون مات يعني دراجون انكونتستد، ولا حتى 50 50 ولا اي حاجه، مجرد دراجون بيتاخد لفريق كلاش، وده بيكون السكند دراجون اللي بيكون الوينر
اوشن دراجون، اوشن دراجون دلوقتي معاهم، ومعاهم الماونتن دراجون، والنكست دراجون هو الانفيرنال. الانفيرنال ده لو مات الجيم راح انتهى، البارون هيسبون كمان 13 ثانيه، وفي فرق اوريدي 7000 جولد او 8000 جولد ما بين الفريقين. فريق كلاش واخد الجيم ده وان واي زي ما قلت، تركيز فريق الف او وقع مش زي الجيم اللي فات، كان الجيم اللي فات ادائهم احسن من كده بكتير. راكان برضو مش برو اكتف قوي بس شغال، راكان بيلعب ابيلتي باور يعني شايف الجيم خلاص رايح وان واي ومعاه ليد شويه، جاب الاردن سنسر فيرست ايتم عشان زويا اللي هو اوكي جبت لك الاردن اللي بتحبها بس سيبني بقى ابني ابيلتي باور بعد كده. بص البيت الشرم على طول على ليونا اللي بتفيس تشيك، فاكره نفسي التانك يا حبيبتي بتفيس تشيك ايه، وبتقع على طول ليونا الالتيميت من فاروس. طبعا مش كفايه انها تعمل اي حاجه من غير ليونا، ما خدناش ولا سي سي من ليونا، فاكره نفسها تانك بتفيس تشيك. هنا عندك سنجد على طول بيرخم جدا بيرخم جدا تحت الطار شمه، بس مفيش اي ضحايا قدروا يهربوا. تخيل تعتمد على الليونا التانك بتاعك ان هو يفيس تشيك ويموت بالطريقه دي، يعني بجد اكيد هم في حاله احباط دلوقتي يا فولدر. واي ليه 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 سايبين الدراجون؟ ليه سنش بيعمل كده البارون؟ كان ممكن تاخده بطريقه سهله خالص. حلوه جدا، بينزل على طول على اري والناحيه الثانيه بيسكيرو كل على سنجد. ايه اللي بيحصل ده يا فولدر؟ مش معقول راكان كمان بيموت. تريبل كل اللوشن، الكومباك يا فولدر، الكومباك من فريق الاف او يا بقى. اللي لو ليسن طبعا كان عنده قرار تاني ان هو يعمل سكيور للبارون، بس اعتقد هتبقى صعبه. ويت هيسيبوه معهمش سمايت، معاهم سمايت، ليه سايبينه؟ ليه سايبينه؟ فيروس اب معاه اتش بي، ليونا كان تانك، هم عارفينه الواضح ان ليونا ولوشن يقدروا ان هم يعملوا تانك، بس برضه مش للدرجه دي يعني. دي اخر تشانس ليهم ان هم يرجعوا الجيم يعني، حتى الجولد ديفرنس اللي عملوه مش فارق. وطبعا قرار سيء جدا من سنجد ان هو يحاول ياخد الفايت بالطريقه دي، ما كانش المفروض يعمل كده. البارون كان اوريدي جاب نص الاتش بي بتاعه، ليف سنجد سيبوه يموت، حتى لو هيموت قصاد ان انتوا تجيبوا البارون ده كفايه، ده كفايه ان انت تخلص الجيم. زي ما قلت دلوقتي ان هم ما جابوش البارون بعد ما جابوا الاربعه من الانمي تيم ما عدا ليسن، كان دي اخر فرصه. اعمل 50-50، انت خسران الجيم، انت خسران الجيم، دي الشانس النهائيه، اخر فرصه ان انت ممكن ترجع بيها الجيم، ان انت جبت اربع كيلات 14 داونز، بس ده مش كفايه ان هو يرجعك الجيم. جولد ديفرنس اكبر من كده بكتير جدا. دي كلايه على يعني جراجاس كان هيجيب كلايه على ليسن، بس اتعمل له اوت بلاي كويس جدا، بس برضه فاروس عارف ان هو هيجيب كلايه. بتهيألي لو كان ضرب لو كان ليسن ضرب الكيو بتاعته او الفيرست ابيليتي على جراجاس كان ممكن يقتل جراجاس، وكده كده هيموت من فاروس احسن ما يضرب الكيو على فاروس ويحاول ان هو يجيبه. بس يعني راكان وزهير قدر ان هو يجيب فاروس، كده كده كلها مش تفرق في المراحل دي. الكيلز في حد ذاتها ملهاش قيمه من حيث الجولد، المهم عندي الاوبجكتيف، المهم ان انا اجيب البارون. فهيلعبوا تاني الراوند البارون يعني. انا مش عارف، انا بشوف قرارات غريبه بصراحه على البارون يعني. كل اللي جه من النهارده كان قرارات غريبه جدا ان هي تحصل، ما فيش غير البارون واحد بس اللي كان الكل كويس من اوله لاخره من فريق كلاش الجيم اللي فات، ان هم ما بداوش البارون على طول وعملوا ريسك لل50 50 قصاد ان هم صبروا وعملوا فلانك وجابوا كلات وبعد كده جابوا البارون وعملوا انتلك يعني. انما المره دي القرار ما كانش موفق قوي. ليسن راح عايز يسرق البلو، لا سابها لجنومه خلاص، سيب البلو انت قاري برضو، انت الابيليتي باور بتاعنا خد البلو. دراجون نازل انفيرنال دراجون هيكون الدراجون الثالث لو كيو ال اس قدروا ان هم يحصلوا عليه. وبنشوف هنا الكيو من ليسن بتيجي على الجراجاس، بس طبعا مش هيدخل، مش عايزين ريسك اي حاجه قبل الدراجون ده. الدراجون الثالث سينجز لسه بيبوش الميد، هنشوفه هيدخل مع التيم بتاعه امتى. بيبوش ميد برضو بصراحه مزعج جدا السينجز ده، لان انت عارف هتشيس سينجز ما حدش بيعمل كده. فبصراحه هو حلو جدا، بكايه ابهرتنا لحد دلوقتي، اي عمل غلطه واحده بس في الميد، بس ما فيش اي مشكله، لسه في فرصه، لسه تيم كيو ال اس ممكن يستفاد من يعني من تجاهل البارون من فريق ال اف او. فهنشوف هنا ايه اللي ممكن يحصل. بص التو تيمز يعني واقفين في الميد، مش معقول ما حدش عايز يعمل اي اكشن. ليسن بيلوش كده بالكيو بتاعته، راكان برضو بالكيو بيهيل شويه، وسنجد بص واقف فين، يخرب بيت الازعاج، مش معقول يا ابني كفايه بقى، ده انت مزعج جدا. بنشوف يا كل البوزيشن، البوزيشن بتاع فريق كلاش تحفه. سنجد بس فلانك يرمي الدبليو بتاعته، وراكان اول ام معاه فلاش التيميت معاه الدبليو بتاعته، والدبليو بتاع سنجد او السكند ابيليتي بتاع سنجد مش هتخلي دشات، مش هتخلي ليونا تعرف تستخدم له ايه. لوشا مش هيقدر يهرب، بانسي مش هيعرف يعمل له ستان، جراجاس مش هيعرف يعمل بادي سلام، مش هيبقى عندهم كاونتر بلاي. بس كل المفروض ان سينجي بس يفلانك من ناحيه وراكان من الناحيه الثانيه،
والجيم هينتهي في الحركه زي دي. بس يعني كويس جدا من فريق اللي فوق ان هم واخدين بالهم من السنشن، كان وراهم لو خدت بالك من الميني ماب في بنجات كتير قوي كانت على بوزيشن سنشن ان هو ياخد بالهم منه. ما ينفعش احنا البوزيشن بتاعنا غلط، لازم نلف ونرجع نبقى كلنا سايد تاني. السنج التاني بيعيد نفس الحركه نفس السوينج بس ما فيش دبل. ركان بيفلش وبيدخل بالدبليو، بس سينجد قدر فعلا ان هو يسكيور الكل على جراجس. بانسيون في الباك لاين بيدخل على مين؟ اري بتموت رامبج على هذا اللوشن العظيم، واستنى حلوه جدا ايه اللي بيحصل. فايت لسه ما خلصش، تيم كيو ال اس خلاص ديسنجج، ركان بيدخل مره ثانيه، زايا بتقدر انها تسكيور الكل على ليونا، وكمان البانسيون دبل كل زايا هيسكيوروا الانفيرنال دريك. ثالث دريك يا فولدر لصالح كيو ال اس وتيم ال اف او. بصراحه انلاكي مش قادر يعمل كومباك، بيلعبها حلو بس مش كفايه، كيو ال اس مستحوذ الان بطريقه صعبه جدا، وفريق ال اف او في موقف لا يحسد عليه. فولدر يابا هو لعبوها حلو بس مش احسن حاجه، يعني الفايت كان حلو مجرد ان هم معاهم بس ايرلي ليد او معاهم ليد في جولد، فهم حتى الفايت ما كانش احسن حاجه قوي، بس الجولد عوض حاجه زي كده ان هم قدروا برضو ان هم يكسبوا الفايت ده. زايا لو شفت الكريتات بتاعتها بالدبل كل اللي جه في الاخر ده مع ركان نوك اب، كان جامد. تالي زايا كان ممكن كمان ان هو يكمل على لوشيان او فاروس، مش فاكر مين اللي كان بقى في الاخر، ان هو يجيب الكل. انا بيحاولوا محاوله بائسه اخير ان هم تقريبا يجيبوا البارون. نو بنسيون عمل تليبورت ورجع تاني بدل ما يجيبوا البارون، بس تاني انت بتخسر، حاول تجيب 50-50 بارون اتس اوكي. يدخل على طول بيكيك على طول البانسيون، بس بانسيون اتس ستيل بانسيون. شرم حلوه جدا من ركان على الباك لاين، فاروس التيميت ولا اروع، بس الريد تيم بيقدر يجيب كلات لزايا بكيلينج سبري، بتقدر انها تموت ليونا. من الناحيه الثانيه جراجس يعني بيفرفر دبل كل لزايا، زايا تريبل كل ولا ايه تحت التاور؟ زايا تريبل كل مش معقول، والتاور بيقع. وهنشوف هنا اند للجيم يا فولدر، ايس يا فولدر على لصالح كيو ال اس، مفيش اي حد يديفند النكسس اوبن، الاربعه بيضربوا في النكسس، 2-0 لكيو ال اس، وهارد لك لل اف او، وجي جي لكيو ال اس يا فولدر. جي جي ويل بلاي. فريق كلاش قدر ان هو يكسب الجيم الثاني 2-0 كده. شفنا فيرست سيت 2-1، سكند سيت 2-0، ثيرد سيت 2-0. طبعا الثيرد سيت بصراحه كانت اكتر واحده ممتعه، ليس متعنا جدا 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 بالالعاب اللي كان بيعملها، وان شاء الله بظبط وعمال يتشقلب ودبليو في كل حته وكل شويه بيك واحد. عاش ليسن، هو الام في بي للسكند جيم، ما كانش احسن حاجه الجيم الاولاني بس قدر ان هو فعلا يكسب الجيم الثاني. ويل بلايد جدا ليسن، عاش كوميونيكيشن كويس جدا. اري ما كانتش احسن حاجه الجيم ده برضو، بس التيم كان معاها بشكل كويس، مجرد التشارم اللي كانت بتتحط على اي حد ليسن كان بيعمله بيك اب، دي كانت كفايه ان هي سكيور كل الكيلز. وبكاي سنجد يعني انا ما توقعتش خالص ان هو يعمل اللي عمله ده، يعني انا قلت سنجد سبيل بوش هات ورات بوش لينز سكيور وقف مينيونز اي حاجه من الحاجات اللي سنجد بيعملها دي اللي هو بيقعد يلف في الماب وخلاص، انما ان سنجد يبقى برو اكتف في الفايتس ويقلب الفايتات ويفلانك يعمل فلانك لحد اللي هي السيرد ابيليتي بتاعته ان هو يقلب حد يقلبه للتيم، كل ده انا ما اتخيلش ان هو ممكن يحصل بصراحه في وايلد ريفت بالطريقه دي في كومبيتيتيف جيم. زيه زي ناسس بالظبط اللي هو باك ناسس في الاول وسكيل يا معلم، اقعد سكيل عيش حياتك سكيل براحتك خالص. فويل بليد فعلا فريق كلاش. طيب اسراء السؤال المعتاد، ايه نصيحتك تاني لل اف او؟ نصيحتي ال اف او نصيحتي برضو بما ان ده كان اخر يعني ماتش لحد دلوقتي، فانصح كل التيمز تلعب على الكوميونيكيشن، لان كان واضح جدا ما بين الفرق ما بين كل التيمز اللي بتكسب وكل التيمز اللي بتخسر الكوميونيكيشن. في قرارات بتتاخد انت هنا في وايلد دريفت، كل اكشن كريتيكال، مفيش حاجه اسمها اكشن كريتيكال واكشن مش كريتيكال، مش زي ليج. هنا انت عندك الموضوع مختلف، عندك انت خلاص ليونا مست الالت بتاعتها، كان في كده التيمات اللي قبل دول ليونا مست الالت متليه جي فور بتدخل بعد ليونا. الكوميونيكيشن لازم يا جماعه نركز مع بعض نلعب مع بعض، وهنا بنشوف القرارات مره تانية بتفرق كل النهارده بالظبط يا فولدر. هايلايتس بصراحه ممتعه جدا، بنشوف هنا البلاي بتاعه ديانا التحفه لما جابت الاول الليونا عفوا نامي وبعديها زايا على طول واتطور كمان. بصراحه شفنا النهارده ماتشات حلوه جدا وبلايز حلوه جدا، ولكن يعني كنت اتمنى اني اشوف يعني مستوى متقارب ما بين التو تيمز، يعني في جيمات كانت فيها وان سايدد جيمز، بس مش مشكلة. انا متأكدة ان كل البلايرز اتعلمت النهاردة حاجة جديدة، واكيد كلنا هنبان ديانا بعد كده، مش عايزين نشوف ابدا الديانا دي مرة تانية.
يعني بجد هنا الهايلايتس ممتع جدا يا فولدر، بكات ولا اروع، التيميتس وكوميونيكيشن اون فاير، مش معقول اللي بيحصل ده. ودي احسن فايت في كل الجيمز النهارده، اكزاست من ده على بارير، من ده اوتو اتاك مع اوتو اتاك من ده. وطبعا يعني بجد بجد استمتعت جدا. السان لايت وليد، السان لايت وليد، ايه الجمال ده يا وليد، التويستد فيت بتاعك النهارده امتعنا جدا. ولكن يعني بصراحة يا فولدر انا استمتعت، انا بصراحة استمتعت. اللعبة كان حلو جدا، خصوصا اخر جيم. يعني انا اكتر جيم عجبني، اكتر ست عجبتني هي الاخيرة، لان الفريقين كانوا قريبين قوي من بعض. بس هنا الهايلايتس اوفر اول دايما بتورينا ان دايما الفريق اللي معاه كوميونيكيشن مع بعضه احسن، واخد باله من الماب بشكل اكبر، ده الفريق دايما اللي بيكسب، اللي هم او بياخدوا قراراتهم بشكل سوليد او اجريسيف اكتر شوية. هنا ده الجيم اللي انا كنت حزين جدا فيه بسبب بكاية كايسا. هنا كايسا ماتت اول واحد في الفايت. الجيم التاني كان فيه تريستانا، بس ركان كان عامل كومبو كويس جدا، وناسس ما كانش معاهم، بس يعني لو كان موجود هنا بركان اللي كان عمله ده كان الفايت بتاعهم 100%. بس لوجود ناسس في التوب لين ده صعب عليهم الموضوع شويه، خسروا الفايت وخسروا الدراج. فايت النكست، شايفين طبعا البرفورمانس من اكالي والميكانكس بتاعته كانت جامده جدا، بس للاسف اللي خسره الجيم كان هو ان التيم بتاعه ما بيعملش سكيلينج مقارنه بالانمي تيم. فللاسف لما وصلنا للليج جيم ما كانش بيعمل، يعني لو بصيت كل الفايتات الضيفات كانت حلوه، السكيلات كلها بتلاند، الدامج بتاعه كويس جدا، بس جه في الاخر هتشوف في الاخر هتلاقي الجيم اتقلب، الوضع اتقلب. تريستان هنا كان كويس، ما كانش فيه داعي ان هو يعمل الالتيميت في الحته دي، كان مجرد بس فيرست ابيليتي كانت كفايه، وبعد كده تيرن الفايت على باقي التيم، هو وتريستانا بالجامب بتاعتها يقدروا يكملوا الفايت. برضو هنا لوشيان ناسس هنا كان بيت حلو جدا من ناسس لما عمل لونج تيرم فايت مع مالفايت. الفايت ده جارفان عمل ميستيك ورا ميستيك، لفتهم كتير قوي، خسروا دراجون ورا التاني والبارون، كل ده بسبب ان جارفان بيخش اجريسيف زياده عن اللزوم. مال فايت بالنوك ابس، مال فايت نوك ابس، نوك ابس، نوك ابس في كل حته، كل فايت يعمل فيه نوك اب، بس اكالي مش قادره تطلع دامج لان اوريدي الجيم بقى تو ليت فور اكالي. كوركي بالباكجز، شفنا كذا كوركي تقريبا، دي احسن باكج كانت حصلت فيهم كلهم، لما عمل 5 مان نوك اب بزعهم كلهم وعرف ان هو يطلع عليهم كلهم دامج بسبب ان زنقهم في الانترنس بتاع الريفر من الجانكل. ده الفايت الثاني اللي كان ممكن يجي فيه دبل كيل، بس للاسف الكيو ما كانتش احسن حاجه، لان كان عارف ان هو يفنش هنا وجابوا الدراجون، وهنا بدات جيم ان هو يقلب من ناحيه تانية. دي الفلانك تقريبا، لا ما كانتش دي، مش دي، دي الدبل كيل بتاعت زايا وجابوا بيها تاور، دي البيك اللي كانت حصلت هناك. بس لو بصينا هنا في الميني ماب هتلاقي زايا وليسن بيندوا جيم من الناحيه الثانيه، كوركي معاه باكج بس مش لاحق ان هو يجيبها، والجيم كان خلص في البوش ده. بكات في اخر جيم شفناه كان من لي سين، على هو وسينجي كان في سينرجي حلو جدا 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 ما بينهم، قدرت ان هم يقدروا يكسبوا الجيم في الاخر بسهوله جدا. جي جي ويل بلايد لكل الفرق اللي شاركت معانا في التورنمنت لحد دلوقتي، ولسه برضو الهايلايتس مستمره، ونشوف طبعا الوايلد دريفت اورجين سيريس. نايس، يعني كان بجد يوم رائع جدا جدا من الفرق كلها، اداء عالي، كوميونيكيشن ولا اروع. ان شاء الله الفرق اللي ما كانتش موفقه تقدر ان هي يعني تلوك فور انذر تشانس ان هي تلعب تاني. طبعا احنا عارفين ان الكواليفيكيشنز مفتوح التسجيل فيها من النهارده لحد يوم 10 اغسطس، ان انت تشارك في 10 اللي هي الكواليفيكيشنز بتاعت شهر اغسطس باذن الله. اسراء، تتوقعي ايه لبكره؟ هتوقع ايه ان انا هشوف كده؟ اتوقع ان انا هشوف، احنا كل حاجه بانت النهارده ايه اللي حصل، فممكن نشوف مالفايت تاني، ممكن نشوف اوريانا. مالفايت دي بصراحه كانت اكتر حاجه انا استمتعت بيها، مالفايت اوريانا، بحب زي ما قلت لك الكومبوهات الكلاسيكيه، فكان عاجبني جدا المالفايت والاوريانا الجي فور، الحاجات اللي يعني الكلاسيكيه دي. بس برضو استمتعت جدا الصراحه بسنجد، يعني ابهرني جدا جدا جدا، والتويستد فيت كانت برضو من البيكات الحلوه. اتمنى ان يجي فرصه بكره ونشوف ان شاء الله زيجز، عايز اشوف زيجز بقى، كفايه بان زيجز يا جماعه، كفايه بان زيجز، هياخد نرف ولا ايه ما اعرفش، ولكن كميه بان زيجز مش طبيعيه يا فولدر، انا مش قادره افهم في ايه. فاتمنى ميدلين ولا ايديكاري؟ زيجز عايز تشوف ميدلين ولا ايديكاري؟ بصراحه يعني اصل كل شيء جايز، انت احنا النهارده شفنا حاجات غريبه جدا، شفنا اوريانا الايدي كاري بدل ما تكون هي الميد لين ولوشن الميد لين، فاللي هياخد زيجز هياخده اذا كان ميد او هياخده ايدي كاري، هو هيكون ادرى انهي احسن مع التيم بتاعه ومع اللي هيتفقوا يعني مع بعض عليه. اي حد اعتقد هياخد زيجز بعد كل البنز دي متهيألي هيكسب، هيسكيور
الجماد بسهولة ولا ايه؟ ممكن مين عالم، ما ممكن برضو يبقى ليه كاونتر بلاي يعني زيجز بالكاونتر بسهوله برضو، في كذا طريقه ان الواحد ممكن يلعب بيها قدام زيجز. بس هو زيجز حلاوته ان هو بيهولد لينز بشكل كويس قوي، الويف كلير بتاعه عالي، حتى لو التيم بتاعه كله مات وهو فضل عايش يقدر ببساطه يفتح التيمت كيو من اخر الماب، فيرست ابيليتي من اخر الماب، عمال بيحدف القنابل بتاعته بلوك ويف بلوك ويف، مفيش تورات هتقع. والعكس لو عايز يعمل بوش، عايز يعمل بوش هيقدر ان هو يجيب التورات بشكل سهل جدا، ما فيهاش اي مشكله. طيب قولي لي تشامبيون تاني ممكن تشوفيه، ممكن نحب نشوفه هنا، او بصي تخيلي كده ان انت تيم وانا تيم، واختاري درافت يعني بيكي تشامبيونات كده، اعمل لي كومبو كامل على بعض. اعمل لك كومبو؟ اعمل انت الاول عشان انا كونترك مش انت اللي تكونترني. ماشي انا هقول في التوب لين فيورا، انا عارف في التوب لين فيورا، في الجانجل ممكن احط ليسين برضو، في الميد لين جاليو، في البوت لين زويا راكان. بس كده انت سهل جدا. بس ثواني يا فولدر، الفيورا اللي هتكون معاك هتبقى سكيلد وتقدر انها تبوش يعني التيم بتاعك؟ اكيد طبعا ما فيورا، اكيد طبعا سكيلد. ماشي اوكي اوكي، لو انت عملت كده انا هاخد ايه ده، نشوف قدامنا هنا جدول نتيجة النهاردة والنتيجة اللي حصلت. مرة تانية فريق اي دبليو قدر يحصل على الفوز 2-1 ضد سي سي، فريق سان لايت قدر يكسب السيريس 2-0 ضد اوف ميتا، وفريق كيو ال اس قدر يكسب السيريس 2-0 ضد الاف او. يا فولدر ياب ياب ياب، انت كانت حلوه بس ما تهربيش من السؤال برضو، ارجع للسؤال. مش هارب انا، بس حبيت اوضح للناس اللي واضح على الشاشه. انا هاخد مالفايت، هاخد اوريانا، هاخد جي فور، وهاخد ليونا، وهاخد في الايدي كاري فاروس. وريني يا حبيبي هتكونترني ازاي، خلي الفيورا بتاعتك تسبلت براحتها، وانا هلعب على التيم فايتس وهمسح التيم بتاعك يا فولدر وهحصل على الكل بسهوله. اوكي طيب بس ازاي يعني هتلعبي اجريسيف فين لما تعملي كومبو زي ده؟ هيبقى الاجريسيف لين بتاعك ايه؟ ما الفايت على فيورا ولا البوت لين؟ انا ما سمعتش البوت لين، قولي البوت لين تاني. البوت لين تاني؟ قلت لك فاروس ليونا. ها فاروس ليونا، طب هتلعبي اجريسيف؟ هلعب اجريسيف، هلعب على التيم فايتس طبعا وهخلص كل حاجه يا اوكي ماشي. هنشوف ان شاء الله بكره. طبعا بكره هيبقى ان شاء الله يا جماعه الاستريم هيبقى في نفس الميعاد باذن الله. هنشوف تاني الكواليفيكيشنز اللي جايه ان شاء الله، هتبقى جيم كلها احسن من اللي جايه دي. هنشوف توقعاتي انا واسراء هتوصل لايه والنتيجه هتبقى ايه. شكرا لكل الناس اللي شرفتنا النهارده، وطبعا نشوفكم ان شاء الله في جيم تاني، في جيم تانيه حماسيه جدا جدا جدا. شكرا ليكوا، شكرا اسراء ان انت نورتيني، ام سو هابي بصراحه ان انا اكون موجود هنا ونعلق على اللي جايه دي. فشكرا لكم جميعا، نشوفكم إن شاء الله في ستريم تاني. سلام.